يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إبلاغ الرسالة والإقناع، أم أن عليه فقط الإبلاغ؟ إيش المراد بالإقناع؟ الإقناع هذا من الله جل وعلا، عليك الإبلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أما كونه يقتنع أو لا يقتنع، الذي يريد الحق يبي يقتنع بلا شك، لا شك أن الذي يريد الحق أنه يقتنع بالبلاغ. أما الذي يريد العناد والإصرار على ما هو عليه فهذا لا حيلة فيه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.